اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق الشباب لكره السله في نادي الاهلي، واللي حصد السنه دي 3 بطولات، بطوله المنطقه وبعد كده بطوله المرتبط، او بطوله المرتبط في الاول وبعد كده بطوله المنطقه ثم اخيرا بطوله الجمهوريه اللي انتهت منذ ايام. الف مبروك يا كابتن اسلام ومشرفنا. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وسعيد ان انا معاك تاني مره السنه دي الموسم دوت. وعايز اقول لك ان كتير من اللعيبه بيبقى هدف ليها انها تكسب عشان تيجي هنا. ده شرف لينا وحاجه تسعدني جدا يا كابتن اسلام، احنا بنحاول نساعدكم انتوا الابطال واحنا معاكم في اي شيء. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، وده مش حاجه مش جديده عليك، يعني لو ما كانش الناس بتوع الباسكت هم اللي سبورتوا الباسكت فدي حاجه تحسب لحضرتك واحنا سعيدين بيها. حبيبي يا كابتن منورنا. اعزائي المشاهدين جهزنا تقرير عن الفريق، خلينا نشوف الفريق وانجازاته في التقرير وجال حضراتكم دي. اتفضل يا كابتن. نجح فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني إسلام الكيلاني في الفوز بالثلاثية خلال هذا الموسم عقب تتويجه بلقب بطولة الجمهورية ليضيفها إلى بطولتي منطقة القاهرة ودور المرتبط. واستهل شباب الأهلي البطولة بالفوز على مصر للتأمين في الدور التمهيدي بنتيجة 65-41، ثم الفوز في نفس الدور على نظيره كفر الشيخ بنتيجة 65-35. ثم انتقل الفريق للعب في قبل نهائي البطولة وفاز فيها على الصعيد بنتيجة 64-37 وطلائع الجيش بنتيجة 61-34 والرياضات البحرية بنتيجة 129 والشمس بنتيجة 58-55 والزمالك بنتيجة 64-57 على الترتيب ليصعد الفريق للدور النهائي. وفي النهائي استطاع الشياطين الحمر الفوز على كل من الشمس بنتيجة 70-62 والاتحاد السكندري بنتيجة 59-43 والجزيرة بنتيجة 78-62 وسبورتينج بنتيجة 63-58 وأخيرا الفوز على سموحة بنتيجة 73-53. ويضم الجهاز الفني لفريقنا كلا من سيد صابر مدير قطاع الناشئين، الدكتور أسامة النمر مساعد لمدير قطاع الناشئين، إسلام الكيلاني مدرب، الدكتور محمود مرعي إداري الفريق، الدكتور شريف مصطفى طبيب للعلاج الطبيعي، علاء العشري معد بدني للفريق، فيما ضمت قائمة اللاعبين كلا من إبراهيم علاء زهران، بيبو، يوسف عمرو، علي وحيد، عبد الله محمد عبد الله، كريم حاتم، سيف الدين قدار هنداوي، عبد الرحمن طارق الغنام، ياسين علاء الدين، كمال أحمد كمال، بلال محمد حمدي، حازم محمد حسن، محمد أحمد سعد، ياسين محمد السعيد، مصطفى شادي محمود، كريم عمرو عبد العاطي، فؤاد أحمد محمد، كريم محمد كريم، يوسف محمد توفيق، أمير عبد محمد، عمر عماد محي الدين، محمد طارق خيري.